السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد، وهنبتدي درسي إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليدوركس. درس النهاردة هنبدأ نشوف سوليدوركس 2019، وهنشوف القوائم معانا إيه الجديد والمختلف معانا فيه. تمام، وهنبدأ بأول قائمة بتاعتنا اللي هي الويلكم سكرين في سوليدوركس 19. إحنا أول ما بنفتح السوليد هنظهر لكم قائمة اسمها ويلكم سكرين. تمام، دي بيكون فيها الريسنت دوكمنت والريسنت فولدر، دي احدث حاجات دي كنتوا بتحينها مثلا في الملفات او الفولدرات بتكون مفتوحه معاكم. تمام، وبتقدروا من خلالها تقدروا تعملوا نيو بارت اسمبلي دروينج وات ايفر ده ما يكون. وكمان في قائمه الاوبن لو عايزين تفتحوا اي بروجكت قديم كنتوا عاملينه. تمام، طيب وفي من فوق بتتقسم لكذا تابة معايا. اول حاجه دي كانت التابة بتاعت الهوم، بعد كده في الريسنت. تمام، بتفتحوا الفايلات لو كان في حاجه مفتوحه من قديمه. وفي كمان قائمه ليرن تقدروا في سيمبل توتوريالز تقدروا تتابعوها. تمام، دي التوتوريالز الموجوده جوه البرنامج. تمام، زي انترودكشن للسوليد ورك توتوريال ستيب باي ستيب. تمام، فروم بيجنر تو ادفانسد. تمام، وفي كمان هنا قائمه الاونلاين توتوريال، دي التوتوريالز الموجوده على موقع سوليد نفسه. تمام، طيب القائمه دي لو قفلتها من هنا هي لو فتحنا السوليد ورك ريسورسز من هنا هتلاقوا ويلكم تو سوليد ورك، هيفتح لكم نفس القائمه، وهي نفس القائمه اللي ظاهره معايا والويلكم سكرين للسوليد ورك. تمام، زي ما احنا شايفين بيئه العمل بتاعه السوليد 2019 نفس البيئه بتاعه من اول 2016 ل 2019. تمام، نفس الانفايرمنت ونفس الايكونز ونفس كل حاجه. تمام، هتلاقوا هنا من على جنب موجود برده التاسك بان، موجود فيه التول بار الموجود من فوق عادي جدا. تمام، اول ما بتفتحوا البرنامج بتقول لكم عايزين اليونتس اللي شغالين بيها، تختاروا ام ام جي اس والوحدات بتاعتها تكون ايزو. تمام، وهنلاقي من هنا كمان قائمه الزاين لايبرري شغاله والتول بوكس كل حاجه شغال معايا عادي، مفيش اي مشكله فيه. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده بتاع الويلكم سكرين. المره الجايه ان شاء الله هنبدا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع البرنامج وايه التولز الاساسيه اللي نقدر نستخدمها في البرنامج من بدايه لحد المستوى الادفانسد ان شاء الله. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده، اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك learnsodorsarabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.